اهلا وسهلا بيكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر برحب بيكم، وهتكلم معاكم في الفيديو بتاع النهارده عن الحل الامثل لحشره الفاش. جايب لكم المره دي حاجه ممتازه جدا، امنه جدا، هتخلص وهتقضي على حشره الفاش تماما، خاصه لو في عشوش او زغليل في العش. رجعت لكم تاني، وهنتكلم مع بعض عن الحل اللي اتكلمنا عنه بالنسبة لحشرة الفاش. وسؤال النهاردة: العش فيه حشرات فاش ومعايا زغاليل، ايه الحل مع الفاش؟ طبعا احنا عارفين ان الفاش ده فيه منه نوعين، نوع اللي هو بيمتص الدم من الجسم، وده طبعا يستطيع انه يقضي على الزغاليل تماما، وممكن في ناس كتير بتشتكي ان الفروخ بتموت بعد كام يوم. في بعض الاسباب بتكون معويه وبعضها بيكون من الفاش. طبعا وجود الفاش في العشوش دي كارثه حقيقيه، قد تقضي على مزارع كامله، وخاصه في فصل الصيف. عشان كده دايما بننبه ان احنا ما نشتغلش في فصل الصيف، ونحاول ان احنا نريح طيورنا، وفي نفس الوقت ما يكونش الانتاج هزيل وضعيف نتيجه الحر والجهاد الحراري مع وجود الحشرات. وفي نوع تاني من الفاش اللي هو بيستهدف الريش، وده طبعا بينتج لنا فروخ او طيور بتكون ريشها غير مهندم غير منظم، فبالتالي بيكون الانتاج سيء جدا. ولكن على كل الاحوال، في بعض الناس بتشتغل في الصيف، بعض الناس بيقابلها موضوع الفاش ده، فلازم يكون ليه حل ان شاء الله. والحل النهارده بودرة اسمها سفين. البودرة دي يا جماعة ممتازة جدا جدا جدا، وآمنة جدا جدا جدا. بنحط منها 3 جرام، بنجيبها من أي مكان بتاع مبيدات حشرية، أو قد تلاقيه في العيادات البيطرية، تمام؟ بنحط منها 3 جرام على لتر ميه، ونحط الميه دي داخل بخاخ، ونرجها كويس جدا جدا، تمام؟ ونبدا نرش بيها من البخاخ ده في القفص، في ارضيه القفص، على السلك بتاع القفص. لو انت ساند مثلا القفص على حيطه او حاجه، بترش الحيطه ديت اللي القفص ساند عليها. بالاضافه كمان اننا يعني ممكن نرش داخل العش، ولكن بحذر شويه، هنرش على العش من الخارج، وان شفت الدرج بتاع العش نفسه هنشيله، ونرش في ارضيه العش من تحت، في الارضيه بس من تحت، وبنرش في سقف الدرج اللي هي الارضيه بتاعت الدرج من الاسفل، تمام؟ اللي هي بتبقى ملاصقه لارضيه العش، هنرش فيها بحيث ان مثلا ما يقدرش ان المبيد ده يوصل للطائر وهو امن عامه، ولكن بناخد حذرنا بحيث ان احنا ما نعرضش طيورنا للخطر، وبرده بقدر الامكان نتجنب ان احنا نرش على العين الطائر او وجه الطائر. ممكن ترش على جسم الطائر، ولكن ما ترشش على عينه ووجهه. طبعا الزغاليل لو لسه ما ريشتش ما ترشش عليهم خالص، انت ترش بس تكتفي بجدران العشوش، تمام؟ وخاصة في الصيف دي يا جماعة، يعني حاول بقدر الإمكان نوفر الفحم. الفحم وجوده في العش مهم جدا، ووجوده في القفص كمان مهم، لأن هو فيه مكملات غذائية ممتازة جدا، ولكن بنتجنب استخدامه في وقت استخدامنا للفيتامين. يعني لو حاطط فيتامينات للعصافير عندك، ما انصحكش انك تحط فحم، لان هو اصلا فوائد الفحم بتقضي على فوائد الفيتامين، فما بتستفيدش باي حاجه، تمام؟ وان شاء الله موضوع الفاش ده، انا عارف ان هو ممكن يكون امر مرهق جدا لمربين كتير وهو كتير، ولكن ان شاء الله الحل ده امن جدا لو استخدمناه بالطريقه الصحيحه زي ما قلنا. ده كان اول سؤال من احد الاصدقاء. والسؤال الثاني، طبعا قبل ما ادخل في السؤال الثاني، عايز افكركم ان الفيديو ده ضمن فقرات او ضمن فيديوهات فقره سؤال وجواب. فقره سؤال وجواب ده عباره عن اسئله بتجيلي، ببدا ان انا اجاوب عليها وبعملها في فيديو وبعرضه عليكم. يعني بقدر الامكان بنحاول نوصل المعلومه لاكبر عدد ممكن، بدل ما كان اللي استفاد بس من الاجابه او من السؤال او من المعلومه الراجل اللي سالني او الشخص اللي سالني، كده نقدر نوصلها لاكبر عدد ممكن. بتلاقي الفيديوهات دي كلها والاسئله كلها موجوده في قائمه التشغيل داخل القناه. بتدخل على قائمه التشغيل بتلاقي اسئله كتيره جدا اكيد اكيد هتواجهك. لو ما كنتش تعرفها ادخل على الفيديو، لو كنت لسه اول مره تتابعني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وطبعا مش هوصيك اللايك، اللايك ده المكافاه اللي بتديها لي بقى، اللايك ده هو اللي بيكون داعم ليا وداعم للفيديو ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن. بالاضافه كمان انك لما بتعمل لايك تقدر ترجع للفيديو في اي وقت بدون ما بتبحث عنه. تدخل عندك على الصفحه بتاعتك او الاكونت بتاعك على اليوتيوب، وبتدخل تشوف قائمة التسجيلات، وتبدأ تلاقي الفيديوهات اللي عجبتك تطلعها منه. بالنسبة للسؤال التاني بقى، عشان ما اطولش عليكم،
الانثى عندي بتقرض في الخشب، عماله بتاكل في الخشب كده. شوفي يا عزيزي انا مش عايزك تقلق خالص، بل استبشر خير، فدي علامه من علامات رغبه الانثى في التزاوج، لما تلاقيها عماله تلعب في الخشب كده تدخل عش وتنقر وبتاع، فدي رغبه في التزاوج. وقد تكون في بعض الاحيان انها بتلعب بس مش اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو عندك اي اسئلة سيبها لي في الكومنتات، لو الفيديو عجبك اعمل لي لايك شجعني عشان انزل بفيديوهات تانية واسئلة تانية، واشوفكم في الفيديو الجاي.